كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بداية فترة التسجيل في التخصصات التالية: بكالوريوس مرتبة الشرف في اللغة الإنجليزية وآدابها مع الإيطالية أو الإسبانية كلغة ثانية، وبكالوريوس في العلوم التربوية والدينية، وبكالوريوس مرتبة الشرف في تغانة المعلومات، وبكالوريوس مرتبة الشرف في علوم الحاسوب، ودبلوم في تقنية المعلومات المحاسبية وتقنية المعلومات الإدارية. انضم إلى كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا واكتشف عالما مختلفا في وسط مدينة الخرطوم بشارع القصر، بفضل التعاون مع أساتذة أجانب والاتفاقيات بين الكلية وجامعات أوروبية والتنوع الثقافي لطلابها وأساتذتها، والإمكانية لتحويل أحلامك إلى حقيقة من خلال مركز كمبوني للابتكار وريادة الأعمال، وهو حاضنة شركات كمبوني College of Science and Technology. Always more, always better.